خرجة ما كيفها خرجة، عاودت رجعت العصابة من جديد وتتهم في المغرب بعد ما اتهمت المغرب اللي شعل النيران في 21 في بلاد القبائل، اتهماته باللي راهو قتل جزائريين داخل الصحراء بكل خطر وش بعد حبسه. يعني المفروض من الاتهامات لما واحد تقول قتل لي 3 مواطنين على الحدود مع موريتانيا، يا خويا خلف تعرف دباباتك وسلاحك وطياراتك، وهيا ورانا عرض كتافك. اي ورانا عرض كتافك، ورانا قوتك. ما القوة الضاربة، ماشي الضاربة، القوة الضاربة، حاجة من يسمع سمعتو هذا اللي. ورونا اليوم اتهام خطير للمغرب. هاوي توقفوا اتهموا تكلموا خلاص، ما عندكمش رجال انتوما، ما عندكمش ذرة تاع رجولة. اسمع الاتهام هذايا، شوف. الأمن الجزائرية عن تفاصيل المخطط الإجرامي لقضية استغلال الأطفال جنسيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي نسجت خيوطه انطلاقا من المغرب. ودعمت مصالح الأمن الجزائرية التفاصيل الجديدة بشهادات حية للضالعين في القضية بعد تقديم المتهمين الموقوفين في أعقاب العملية النوعية التي مكنت من إحباط شبكة إجرامية منظمة تعمل ضمن مخطط لاستغلال أطفال المستوى الابتدائي جنسيا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في مخطط حضر له انطلاقا من المغرب. وانا نكون شي بزاف في الانترنت، يعني اصلا كات فيسبوك ولا لي ريزو سوسيو من لي جروب، نكون كومونتي لهم كدا، بعد كونتاكتاني ان كونت بريفي اسمو فلوريان، جاوبتو دخلنا بينا نهضرو كدا، قالي واش راك طلع معانا في ادمين في الجروب. قبلت انا حاجة باسكو انا توجد مؤشراتي في الانترنت، وما حكيت معاه بني الجيريان من هنايا مدينة الجزيرية. كذا حكينا، ما حكاليش انا متبديش كاع بلي شغل انا ماروكان ولا امور، ما حكينا طلعنا وبدينا يقول لي حط امور امور ما تحطهمش. ومن بعد شفت الامور بدات تكبر، وانا مانيش كنتش انا بالي هكذا نطلبوا الدوله الجزائريه تسمح. انا كنت ادمين واحد بروفيل تاع المنشورات هذوما، انا اجوتي دخلت لقيت دا السيد هذا من روك ماشي من الجزائر، باسكو انا كي كنت نتحاور معاه لوخا انا بان لي بلي انا الجيريا. هاي كي بعث لي مين داك كي كومونتي ولا نبعث معاه في ميسنجر، وانا كنت نعاود نديرهم في لاباج، كنت نديرهم في لاباج نتبع قصر عاد نضحكوا لي جام الناس تكومونتي كدا. ما كنتش نحب اللي تلحق الدار هذا حتى وين انا نطلب من الاولياء تلاميذي يسمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي. شي خطير يعني. المغرب هذا يلعب لنا بولادنا دراري صغار وحنا ساكتين ونجيو غير نهضروا في التلفزيون نقولوا شوفوا ها واش داروا لنا. عبا ما كنتش رجال انتوما، ما كنتش رجال، ما فيكمش ذره رجوله. اذا المغرب هذا داير لك مخطط، سمعت هذا إجرام، هذا مخطط وين يستغلك جنسيا ولاد صغار. يكفيك وتزيد هذا الفيجورة هذا تجيبو تغطي له وجهه وتسترو. علاش تسترو؟ لا كفشفو افضحو. وعلاش تخشف؟ لأنه مزور، كل شيء مزور في الجزائر، لأنه هذا يا تحم. ما يعطونا لا اسم ولا فصل ولا يورونا فتاة واحد مجرم يكشفوه وفتحوه، خلي الناس يشوفوا، خلي عائلته تتبهدل، خلي خاوته يتبهدلوا، الناس كامل يتبهدلوا، لأنه هذايا راهو عميل ويخدم ضد الجزائر ويخدم ضد الشعب الجزائري، لأن ماهوش يضرب في النظام، هذا راهو يضرب في دراري صغار. على حسب ما جا. وزيد أنت يا كنظام كدولة ارفض طياراتك ودباباتك واصدم على المغرب. ايه اصدم عليه، واش راك تستنى؟ شحال انت راك تهم في المغرب هذايا؟ يا صاحبي راك 23 مليار دولار مسخرتوها
للعسكر، والعسكر هذا اللي ماهوش يدير، ده ماشي باش يروح يضرب المروك، يروح يضربوا من المروك، يضربوا المغرب، رحيوه، يروح رحيوه. حاول شو شو يدير لكم؟ على بالكم يا ولاد الحرام، انتم كذابين. تحبوا زعما بهذه تأثروا على الشعب الجزائري، والله والو فايق لكم الشعب. الشعب ما زال يخرج يناصر الفريق المغربي ويوقف معاه ويحب الشعب المغربي ويحب المغرب رغم أنفكم. الله أكبر، الله أكبر، هشام عباس، هشام عباس.